والسنة فقد أقيمت عليه الحجة. في نقطة معلش في البحث شيخنا نقطة ظهرت لي أثناء مناقشات التكفير في مسألة منع الزكاة، تفضل. سأحب أن أعرضها لأرى رأيكم فيها. تفضل. شيخنا في نفس الحديث لما أنكر عمر رضي الله عنه على أبي بكر قال أبو بكر كلمة تدل على أنه ما قتلهم من أجل منع الزكاة بعينها وإنما من أجل تواطئهم على المنع، فقال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وهذا العناق أو العقال منعه لا يكفر فضلا عن أن يكون من أركان الإسلام المتروكة أو كذا، هذا أولا. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله، فلم يقل كفره أو قتله أو شيء من هذا، فدل هذا أن مقاتلته رضي الله عنه لهم إنما هو لتواطئهم على منعها ومقاتلتهم عليها وخاصة في ظروف الردة وحرب الردة وما شابه ذلك. أحسن، جزاك الله خير، بارك الله فيك. الشيخ يعني سؤالين باختصار. أول سؤال يعني مثلا نحن في الجزائر عندنا أضرحة في العاصمة يعني